الشبكة القومية للطرق؟ الحقيقة مشروع الشبكة القومية للطرق أو ال 3200 أو 3400 كيلومتر اللي السيد رئيس الجمهورية حطهم كبرنامج رئاسي في قطاع الطرق دول عبارة عن شبكة شرايين جديدة للبلد. شبكة الطرق الحالية مكتظة وبالمتخصصين النقل بيقولوا إن البلد عندها ضيق في الشرايين زي الراجل اللي عنده قصور في الشرايين. مصر عندها ضيق في الشرايين، والحقيقه سياده الرئيس ببعد النظر كان واحد من اهم عناصر برنامجه الرئاسي شبكه الطرق. ده تكرار، وانا قلت يمكن الكلام ده في اكتر من مره، تكرار لتجربه ايزنهاور في امريكا. ايزنهاور كان ضابط جيش برضه، واول لما تولى رئاسه الحكم كانت فكرته انه ينشئ شبكه ممتده من الطرق تربط كل انحاء الولايات المتحده. ايه اللي حصل في السنه اللي فاتت منها؟ حققنا منها ايه؟ للأسف كان في تحديات كتير، كان في جزء بتقوم بتنفيذ الشبكة المشروعات بتاعته الهيئة الهندسية، والأداء أكتر من رائع أكتر من ممتاز يكاد يصل إلى مرتبة الإعجاز. كان في جزء بتقوم بتنفيذه وزارة النقل بشركتها وهيئتها، للأسف صادفوا بعض المعوقات سواء في اختيار المقاولين سواء في الإسناد سواء في نزع الملكيات وده الجزء الأغلب، سواء في ضعف معدلات الأداء للشركات القائمة بالتنفيذ، وللأسف ده عنصر ضعف في تنفيذ شبكة الطرق المقترحة، وللأسف مش هينفع تلبي الجدول الزمني اللي كان الرئيس حطه. المشاكل كتير، مش عايزين نغرق في المشاكل، بس أتعشم إن الزملاء في وزارة النقل يكونوا قادرين على إن هم ينقذوا البقية. مطلوب جهد كبير، مطلوب زيادة معدلات الإنتاج. المشاكل كتير، ده مش هو ده الرد يا دكتور أحمد بعد إذنك. يعني المشاكل جديد، ما احنا عارفين إن المشاكل كتير. مطلوب مضاعفة. مفيش مشكلة ملهاش حل. لا، الحلول هو ده اللي أنا بقوله. مفيش مشكلة ملهاش حل. هو ده اللي أنا بقوله لحضرتك. مطلوب جدية في التنفيذ، مضاعفة معدلات الأداء، الإشراف والمتابعة المستمرة، حسن اختيار القائمين على العمل، ودي نقطة ضعف شديدة. دي ليها علاقة بالتكليف بقى.